من تراثنا الشعبي جدي وجدك قالوا زمان للحواديت أشكال وألوان، وإحنا الليلة حنسمعكم حواديت عايشة في كل زمان، فيها حلاوة أهل بلدنا ورجولة وحب وطيبة، والحواديت تعشقها ولادنا لما بتحكي كل عجيبة، فيها حلاوة أهل بلدنا ورجولة وحب وطيبة، والحواديت تعشقها ولادنا لما بتحكي كل عجيبة، حواديت أجدادنا بتحلى وحنسمع ونعيش في الجو، حواديت أجدادنا بتحلى وحنسمع ونعيش في الجو، بس إن شاء الله اللي سمعنا ما تقولش عليها ملتوتة، بس إن شاء الله اللي سمعنا ما تقولش عليها ملتوتة، هادي معادي الحدوتة. حواديت شعبية. حواديت شعبية، التأليف والألحان أحمد عبد الفضيل، كلمات الأغاني عبد المنعم كاسب، الغناء عبد الرزاق إبراهيم، يرويها لكم أحمد أبو العنين، إخراج خالد منيب. كان ويا مكان يا سعد يا إكرام، وما يحلى الحديث والكلام إلا بذكر المصطفى خير الأنام. كان زمان في سالف العصر والأوان، راجل ولا كل الرجال، في النوادر له حكايات تنقال. هو جحا، وجحا كان عنده ولد، وكان الولد صورة مسقوطة من أبوه، لكنه كان فيه عرق، ما تعرف له عرق هبالة ولا ده عرق استهبال. وكان جحا في كل مكان يورد عليه يقول ويشعر في الولد، تقولش يعني ده الولد حيكون في يوم أبو زيد الهلالي ولا عنطرة ولا فارس من الفرسان. في يوم لما داقت بيهم الأحوال، بص جحا حواليه يشوف من راح ينجده، ما لقاش قصاده غير معزة هفتانة عدمانة الصحة وهلكانة، رجليها خشب الورد أو عود حطب ناشف، وعليها رقبة ملوحة تقولش رقبة ضفدعة كحيانة من العصر الحجري، لا بتمأمأ ولا بتنقنق ولا كأنها في دنيا المعيز تنعد معزة من المعيز. بصلها جحا بصة وليها معنى، وشاور عليها وقال المعزة دي تنباع. يا ندمتي، هتبيع المعزة اللي حلتنا؟ امال حناكل منين يا ام الغوص؟ ده بدل ما تتشملل وتهز طولك وتطلع تسعى على رزقك. لا كلام زيادة، مش عايز المعزة دي، معزتي ومحدش حينجدنا ويفك دقيقتنا غير انها تنباع. ودي يا اخويا حتجيب قد ايه في السوق؟ مش اقل من 15 دنانير. حوش يا حواش، دي نهار ما تجيب 10 دراهم تبقى بيعة وكسبانة. اصلك جهلة وما بتفهميش في المعيز يا راجل.
يا راجل اكفع الخبر ماجور وتلم ما تفضحنا. ام الغص لم لسانك السعادي والا والا ايه والا هتقمص وفوتلك الدار واروح مرجعش البلد اللي تودي. الله يسامحك لكن برضو حبيع المعزة وبتمنها نفك الازمة شهرين تلاتة. ومين بقى اللي حيتشطر ويسحبها السوق عشان يبيعها؟ مفيش غير الشملول البهلول اللي ما جابت زي ولاده. مين ابنك؟ غصن ولدي اللي حزنني عليه، هو اللي بيفهم في البيع والشراء، ومحد يقدر المعزة ولا يبيعها للي يقدرها غير ابني حبيبي ودراعي اليمين وعكازي اللي بتسند عليه. يا ولد يا غصن. نادى على الولد. جه الولد هيجري، تقولش عنطر زمانه وجاي يلب الندى، ولا ده جنكيز خان قائد جيوش المغول ماسك في ايده عصاية وعاملها قال يعني سيف، داخل معفر مجفر وخفته على قده. صرخ كما التنين اترعبت ام الغصن. جيت لك يا ابويا جحا، جيت لك وسيفي في يدي. اؤمر يا ابويا جحا، اؤمر يا ابويا وامرك مجاب. يحرسك المولى يا غصن يا اخره صبري. روح، عايزك في مهمه ما يقومش بيها غير الرجال. عرفت يابا تختار. تفهم يا غصن يا ابني في البيع والشراء وفي النزال والحرب. اؤمر والغصن ينفذ. ازرغت يا ناس، أزرغت ولم الناس عشان يقول أم الغصن من الهنا اتجننت. إيه رأيك فيا يا أما؟ أشوف فيك يوم أنت وأبوك. وإيه رأيك في السيف؟ اسم الله، ماسك عصاية غالية وعاملها لي سيف، إلهي تحش رقبة اللي في بالي عشان أرتاح. صبرك يا وليه يا وليه صبرك، لما الرجال يتكلموا الحريم تسكت. سكت يا اخويا، كلم المحروم. شوف يا غص، ما انت عارف يا ابا ان انا نظري على قدي. طيب اسمع يا فلذة كبدي. زعق زعق يا ابا عشان انا سامعك طشاش. يا اختي جت هنا اللي عايزه خالف. عايزك يا غصن يا حبيبي تنزل لحد السوق قوي 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 قوي، تاخد معاك المعزة وبيعها للتجار. ابيعها وبيع ابوها كمان، بس اوعى حد يضحك عليه، دي معزة متأسسة ومتربية على الغالي. ولا برضو حد يضحك عليا يابا، ده انا اللي ضحكت على الابلسة. هبيعها هبيعها وبيعها ما تحلمش بيها لا انت ولا امي ولا جدي الله يرحمه. يبشبش الطوبة اللي تحت دماغه، ده ياما دعالي وقال لي روحي يا ظريفة روحي، الهي ما يربحي. اتكتم يا ولية. قول لي يا غص. ايوه يابا. تفتكر هتبيعها بكام؟ لا 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 لا، انت تسيبها على الله وعلى الغص، وتحط في بطنك بطيخة صيفي، وثق وتأكد ان الغصن عنده مواهب مدفونة خصوصا في البيع والشراء. اربطها لي بالحبل. ايوه ايوه، حط لي بقى الحبل في ايدي وادعي لي ادعي لي واتكل على الله. مشى المحروس وجاري وراه المعزة يتمخطر، قال يعني تقولش الولد غاندي. لمحوه على بعد اتنين وكانوا لصوص، لقوها فرصة عشان على الغصن يتسلوا، ووقفوا سوا الاتنين على الغصن يتفقوا. وايه اللي ساحبها وراه دي يا كمون؟ انا عارف يا ابو درع يا اخويا. قال له دي معزه مسلوعه وبينها طالعه لسه من القبر. ودي عاوز يبيعها بكام؟ انا سامعه بيقول اقل من 5 دنانير مش هبيع. وايه رايك في اللي يشتريها منه بدرهمين اتنين؟ يا راجل يا راجل حرام عليك، قول نسرقها معلش. ونسرقها ليه؟ ويقولوا علينا حرامية. امال احنا ايه؟ اقول لك شي. قول. تعالى نتسلى. هتعمل ايه؟ انت عليك تهوهو. نعم اخويا. تدارى ورا الواد الغصن ولا بكلمه؟ الدارى. واول ما شاور لك تهوهو. وبعد ما هوهو
هنلهفها. نلهف المعزة؟ وبشرفك انت ما هدفع غير درهمين اتنين. بس دي تساوي اكتر يا كمون اخويا. ما هديش شطارة يا ابو دراع. بس هوهو انت وسيب الباقي على اخوك كمون. يا غص يا شيخ تجار بغداد، قرب قرب، تعالى ورينا بضاعتك الغالية. اوي اوي اوي. ايه اللي معاك ده يا غص؟ معزة، معزة ولادة جلابة ومعروضة ايه للبيع. الا فين المعزة دي؟ اهي. بتضحك ليه؟ هي دي معزة برضو بتستهبل علينا يا غص. بص بعينك وشوف. دي كلبة يا ابني، ما تفوق لروحك وبص. كلبة؟ كلبة ازاي؟ الله الله الله، مين اللي بيهوهو؟ اللي في ايدك كلبة يا غص، ساحب كلبة وعاوز تضحك على الناس وتبيعها على انها معزة. كلبة؟ كلبة ازاي؟ فيه كلبة بقرون؟ دي وحمة يا ابني وحمة. سامع؟ فيه معزة في الدنيا بتهوهو؟ لا. تبيع الكلبة التعبانة دي بكام؟ الله العظيم، تلاتة. ابويا قال لي انها معزة. المعزة بتمأمأ ولا بتهوهو يا غص؟ ها؟ بتمأمأ. طيب ازغدها كده اهو. شوف اديها هوهوت، تبقى ايه؟ كلبة. حلو، تبيع الكلبة دي بقى بكام يا شهبندر التجار؟ بتقول ايه يا سبع البرومبة؟ ما جابتش غير درهمين ياما. مين دي يا اخويا اللي ما جابتش غير درهمين؟ الكلبة. ولا انتوا فاكرين يعني عبيط وحصدق انها معدة؟ انهي كلبة؟ الكلبة اللي ابويا عطاها لي عشان ابيعها. كلبة؟ دي معزة يا شملول. مين يا ولا اللي قالك عليها انها كلبة؟ الجماعة في السوق كلهم قالوا لي دي كلبة، وانا سمعتها بوداني وهي بتهوهو. انت يا جوحة قوم يا اخويا قوم، قامت عليك حيطة وشوف خلفك المهبب. قوم. اخرس ساكت، اخرس. المعزة اللي حليتنا اسلمها لك تشقلبها كلبة ازاي؟ ما انا قلت لهم حلفولي يابا. وصدقتهم؟ سمعتها يابا، سمعتها وهي بتهوهو يابا. تهوهو؟ وقرونها اللي زي قرون الشمس ما شفتهاش؟ قلت لهم. وقالوا لك ايه؟ قالوا لي دي مش قرون، دي وحمة. يا ريتها اتوحمت على فار جربان، كان احسن لي من خلفتك اللي جايباني ورا دي. لا اوعى تغلط. طيب يا خويا اوصفهم لي. اوصف لك مين يابا؟ اللي لهفوا منك المعزة وهوهولك وصدقت انها كلبة. اتنين زي الشحطة، واحد بدراع واحدة والتاني برجل ونص يابا. ودول صدوق فين؟ بالسوق يابا، بالسوق. طب ناديلي على الكلب من برا. ايه هتعمل ايه بالكلب يابا؟ حد هو كمان على انه بقرة؟ ناديلي على الكلب من برا وقدامي على السوق يا فالح، واللي اقول لك عليه اعمله. ناديلي على امك. طيب. طلعوا الاثنين على السوق ساحبين وراهم كلب، مدندشينه بالقصب وملبسينه حرام. قعدوا على القهوة اللي في السوق وقعدوا وسطيهم الكلب. سقف جحة وطلب اتنين شاي وواحد مظبوط. الطلبات. هات الشاي قدامي. والشاي التاني قدام الواد الغص. والقهوة قدام عنتر. نعم يا اخويا. وفين عنتر ده؟ الكلب جايبها فنجان ولا كوباية؟ كوباية. هات له فنجان وما تعكرش مزاجه. وادي الفنجان. صب القهوه بقى وقربها من عنتر. بطلوده واسمعوده. يلا يا عنتر اشرب قهوتك كده بقى ومخمخ عشان تفهمني ايه اللي حصل امبارح بالظبط. يلا.
ايه مالك؟ مش عايز تشرب قهوتك ليه؟ في كلب في الدنيا بيشرب قهوة ومظبوطة؟ وريني القهوة دي يا واد يا غصن. الله، القهوة دي زيادة عشان كده مرضاش يشربها. انت بتخمنا ولا ايه؟ مش عيب، ادي قهوتك اهي يا سيد. يلا بينا. حاسبه يا واد يا غصن. ما معيش فلوس يا ابا. حاسبه انت؟ سبت الفلوس في البيت. حلوة قوي، متقنصرين انتوا الجوز وما معكوش حق القهوة والشاي. علي النعمة منعتك. من فضلك من فضلك، فلوسك هتوصلك حالا. عنتر تعالى لما وشوشك، روح البيت هات الفلوس، ما تجيبش كتير، دينار واحد كفاية. عارف مكان الصندوق اللي فيه 2000 دينار؟ ايوة. طيب افتح الصندوق وهات دينار واحد وارجع بسرعة. اجري عنتر اجري. سامع يا ابو دراع؟ سامع يا كمون. الجوع عنده صندوق فيه 2000 دينار، وقال الكلب عارف السك وحيروح يفتح الصندوق. لا وايه؟ بيقول له اشرب قهوتك ومخمخ عشان تحكي لي اللي حصل امبارح. مش بقول لك عقله خاف؟ هو خاف بعقل. ادينا قاعدين نتفرج. الله، بص الكلب رجع. الله 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 الله، ايه ده؟ ده ماسك في بقه دينار بصحيح. يا خبر، زي وشك يا جحا. ايه الحكاية؟ لا دي حكاية سرها باتع. صحيح اللي انا شايفه ده؟ لا ده سر ولازم اعرفه. بينا. اديني عملت اللي قلت عليه. اول ما جاني عنتر لقمت الدينار، وعنتر وصل لي الدينار بالتمام والكمال. ووديت الدينار اللي كنت شايلاه تحت البلاطه فين؟ دفعت منه حق القهوه والشاي وعطيت الواد القهوجي الباقي. نعم يا اخويا. صبرك بالله. وهو بعد اللي حصل ده لسه عندي صبر؟ الجوز حراميه جايين ورايا، واسمعيني كويس. سمعت الرعد في ودانك ياللي حرمتني من تحويشة العمر. روح. صبرك بالله واسمعيني. قول يا ابو الكلام مايل قول. هعزمهم على العشاء. مين دول؟ الجوز حرامية اللي لهفوا المعزة من الواد غصن على انها كلبة كمان. لا ده انت مش هتجيبها البار. استني بس استني، يطلع لك الكلب اول مرة تعلقي له العيش والغموس في رقبته. وايه كمان؟ يطلع لك الكلب تاني مره تعلقي له الشاي والسكر. يطلع لك التالته. التالته حطبق في زماره رقبتك. التالته تبته يا ام الغصن. وحندخل عنده بانهي وش؟ امال نسيب الكلب المعجزه ده يا ابو دراع؟ انت ناس ان احنا ضحكين على ابنه؟ بسيطه، نغير شكلنا ونعمل نفسنا جايين من طرف الامير. والامير حيبعت لجحا ليه؟ يشتري منه الكلب عنتر. ويشتري ليه؟ عشان كلب معجزه. ثم انت ناسي ان عنتر يعرف مكان الصندوق. انهي صندوق؟ الصندوق اللي قال عليه جحا واللي فيه 2000 دينار. والله نشتري الكلب يدلنا على الصندوق، وبعدين ناخده القصر الامير، حيشوفوا معجزة المعجزات يشتريه مننا ويدفع لنا فيه الألوفات. بس أنا قلبي مش مطمن. كل اللي شفته من الكلب ولسه مش مطمن. بينا. مين؟ السيد جحا موجود؟ مين اللي عاوز؟ يا خبر، الواد هيفقسنا. اجمد انت يا اخويا، منك له. هقول له مين؟ قول له بدر الزمان وقمر المكان رسل مولانا الامير عدنان. رسل مولانا الامير عندنا؟ يا مرحبا يا مرحبا. اتفضلوا. اهم دستور. يا ساتر. اتفضلوا جوه في المجلس، ابويا اصله مشغول حبتين. دقيقه واحده استاذنه. وبعدين هو يعني معرفش اتكلم مع عنتر كلمتين في السر؟
أبا أبا ضيوف عاوزينك. قلت لك 100 مرة لما أكون قاعد في خلوة أنا وعنتر ما تقطعش حبل أفكارنا. دول جايين من طرف الأمير عدنان. مولاي أمير البلاد هاتهم يا ولد. اتفضلوا اتفضلوا. يلا يا عنتر روح انت بقى شوف شغلك. معلش يا عنتر هنأجل المناقشة لحد الضيوف ما يمشوا. يلا يا عنتر يلا. يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا بضيوفنا ورسل مولانا الامير. اتفضلوا. يا ساتر دستور يلي هنا خير ان شاء الله. حد اشتكاني ولا حاجة؟ ابدا ابدا. بس مولانا بعتنا وليه عندك طلب؟ طلب مولانا على العين والراس. مولانا الامير عنده كلبة عزيزة عليه اسمها فلة. عاشت الاسامي وتتربى ان شاء الله في عزه. قامت من النوم تصرخ وتنادي وتقول عنتر عنتر. بحب عنتر بموت في عنتر. القلب له واحد وهو عنتر. ما الحب الا للحبيب الاولي وهو عنتر. لا حول ولا قوة الا بالله. قطعت قلبي. طلعوا العسكر يدوروا على اي كلب يكون اسمه عنتر. دلونا ولاد الحلال على بيتك. ايوه بس انا ما استغناش عن عنتر. عنتر ده حبيبي واللي طلعت بيه من الدنيا. ويخلصك فلة تنتحر. يخلصك فلة تموت مقهورة وهي من صباحية ربنا على صرخة واحدة. عنتر عنتر. ودي شافته فين المسكينة؟ يبدو انها لمحته معدي من تحت الشرفة. لعب بيها الهوى باتت تحلم بيه. لا حول الله يا رب. امركم وامر الامير على العين والراس. بس تتعشوا. وكمان عشاء يا سيدي اجعل بيت المحسنين عمار. يا عنتر عنتر قرب ودانك قرب ودانك. انزل افتح صندوق الدنانير وخد دينار اشتري لنا بيه عيش وغموس. بس هات العيش قابب وحياة والدك يا عنتر. يلا يلا يلا. يا اهلا وسهلا. يا اهلا بالسادة الكرام رسل مولانا امير البلاد. اهلا بيك يا عم جحا. والله ده انتوا ناس ظراف ولطاف وكلامكم مسلي. تعالى يا عنتر تعالى تعالى. واقف بره الباب ليه؟ تعالى تعالى. ها جبت العيش قابب زي ما قلت لك. عفارم عليك عفارم عليك. شايف الكلب سمع الكلام ونزل جاب العشا ازاي؟ اما حته كلب ده احنا هنكسب فيه مكسب. الله اتفضلوا مد ايدك يا سيد بدر الزمان. وانت يا سيد قمر المكان اتفضلوا. قرب يا عنتر قرب. هات ودنك هات شاي وسكر بس خليه يديلك باكو شاي ماركة النملة بسرعة يا عنتر. يلا ده ايه الهنا اللي احنا فيه ده؟ شفتوا بقى اني ما استغناش عنه ازاي؟ واوامر مولانا يا عم جوحة نعمل فيها ايه؟ والله اذا كان حيدفع ثمنه ما فيش مانع. مولانا بيعرض عليك 5 دنانير. يا نهار ابيض 5 دنانير على كلب متربي ومسليني. كفاية انه بيجيب لي اخبار الدنيا وما فيها وعارف اسراري ومالي ومحتالي. 10 دنانير ومش هنزود. يا عنتر قرب قرب وتعالى لما وشوشك. خد دينار وهات لنا كيس فاكهة بس نقي البرتقال ما تجيبوش مزر. 50 دينار ايه رأيك؟ والله انا عشان خاطر عيون فلة والامير ابيع عنتر بال50. يلا وهي بيعها بالخسارة. اما انت يا ابا لئيم بشك. وادي يا ستي 50 دينار ولا تزعلي على المعزة. وقال ايه عاملين لي وزراء ولاد الابلسة؟ على الله بس يا غصن تكون اتعلمت من ابوه. تصبح تعلم في المتبلم يصبح ناسي. لازم هم يا ابا. سيبني انا افتح لهم سيبني.
رسل مولانا الأمير عدنان؟ يا خبر، إيه مالكم؟ كده برضو تهزقنا واتبهدلنا؟ ليه كفل الشر؟ أوشوش الكلب يعضني وياكل دراعي التانية؟ أقول له هات لنا العشاء يخربشني ويعور التانية؟ شايف؟ شايف هدومي؟ شايف؟ شايف سروالي؟ تعيشوا وتاخدوا غيرها. بقول لك إيه؟ الأمير بيقول لك خد كلبك وهات الخمسين دينار. هو في كلب بيشتري الشاي والسكر وهو في معزة بتهوهو؟ هات المقشة من عندك يا أم الغصن. توتة توتة هي اللي معانا، توتة توتة هي اللي معانا، راح نتقابل المرة الجاية وتجمعنا صحبة جميلة، راح نتقابل المرة الجاية وتجمعنا صحبة جميلة، الحواديت لسه حكحلو، الحواديت لسه حكحلو، بس ان شاء الله تلتا معنا ما تقولش عليها الفلتوتة، بس ان شاء الله تلتا معنا ما تقولش عليها الفلتوتة. ايوة خلاص الحدوتة. لقاؤنا الاسبوع القادم. احمد عبد الفضيل، خالد منيب. أيوة خلاص الحدوتة.